شرفي أن تتزامن زيارتي مع الذكرى 50 للعلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة ومصر. ثانيا، إني لسعيد أن أكرر ما قاله الرئيس السيسي في زيارته لسنغافورة التاريخية في عام 2015، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس مصري لسنغافورة. إن الزيارة قد أحيت العلاقات الثنائية ما بين مصر وسنغافورة، وأيضا تعكس اهتمام مصر الكبير توسعة علاقاتها مع سنغافورة وآسيا. إني على ثقة أن زيارتي لمصر سوف تعزز من العلاقات الوثيقة بين بلدينا. ثالثا، إني مهتم أيضا ومعني برؤية التقدم الذي تحرزه تحت قيادتك، وأن أستكشف مجالات جديدة للتعاون. زيارتي الأخيرة لمصر كانت في عام 2005 عندما كنت نائب رئيس وزراء سنغافورة.